قبل يوم نجهز الثلج الاكل كله كامل على سبيل الوصول، ونذهب هاي جماعتنا البحاره مثل شي قد الطاقم، فاحنا سته نجيبنا بعد فرد نفرين يعني نسوي ثمانيه على ما يكمل الطاقم ونتوكل هناك بالبحر، نظلنا مثل سبعة ايام ثمان ايام نشوف الرزق شنو. عندنا هيالتين، هيال صبور وهيال زبيدي. شنو يتوفر بالبحر؟ زبيدي لو صبور نشتغل عليه. الفطور عادي مثل الديره، شلون فطورك بالديره تجهزه؟ تجهزه بحر. والصيام اوقات ناس تقاوم اوقات ناس ما تقاوم. اذا تصير شلابتك الظهر من الساعه ب 12 للساعة بثلاثة والشمس تدق عليك تموز، اكو ناس تقاوم بيها واكو ناس ما تقاوم. هذا رمضاننا بحر.